بالفيد الجاي اذا تاكدنا موضوع هذا الشخص رح نصور لكم الفيديو نحن وشاحطينه من نص بيته، الا لصور لكم الفيديو من بدايته لاخرته. في اشخاص نحن شاكين فيهم، اما كمان في اشخاص شاكك فيهم، بس ما معنا حاكين. اسمع انا اول ما فات عندي انا مزبوط طبيعي حاطط كمامات حاطط طاقيه. المهم اجى عندي قال لي ورجيني الكنزات اول ما فات. قال له تفضل طلعت له كنزه، قال لي لا مو هاي الثانيه، رجعت طلعت له اياها. طب انت بتشك بحدا لك عداوة مع حدا مثلا شي يوتيوبر؟ بس اول سؤال هاي اكتر شي تسأل عنه انه ايش جنسيته؟ عرفت جنسيته وحكى معك شغلة؟ السلام عليكم اخواتي، ربي يسعدكم كلياتكم. طبعا الشباب اجوا هن على الباب، هن اجوا صاروا على الباب، انا صورت قلت لحق تمام. فرح نشوف مين جاي، جايين زياره عند محمد وما بعرف شو جايين وكذا. المهم خلينا نشوف مع بعض. يا الله حيا ابو الشباب، والله زحمه. لا طعمونا شو بدنا؟ شلون احمد النعيمه؟ الدوش قلبي الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. شباب مدانه احلى شباب والله. تفضل شباب. الله يحيي الشباب. الله يسلمك. لا 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 الشباب وكيف كيف تصير الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك احلى شباب. تفضل منان شلونك؟ حبيبي تفضل. والله شباب بقالنا خير. قلبي غالي بتاعت الشريط الحرام بيش انت؟ حرام اسم الله يعني شو بقى؟ اجا بقى اجا بقى ديسكليت شكيت حلوة عليم شباب طيبة يا لك يا دي تبرك وطعم الله تبرك وطعم الله تبرك وطعم الله منال شوي تبرك وطعم الله دلو دلو والله منال شلون شلون صحتك؟ والله راسي احلى شباب. والله شلونكم انتم؟ والله بخير. انا عاش ان شاء الله. ماشي يا زلمه شلون صار؟ والله الحمد لله. يعني الموضوع خليك مرتاح، لا تجلس خليك مرتاح. الشباب كبروها شوي احمد صعوده ما صار كبروها كمان هي يعني خيوش. لا قلت لك ابن الحلال ذكروا البلد انت زين ايوه بن بن هذا جابوني هيك نطعن عليكم. صور لي انه هو مش مشمع ورجينا مشمع ورجينا مشمع اللي عيط طالب عنده. لكن انت عم تصوره؟ والله فزيني هيك عم تصوره انت؟ عادي طبيعي. لا لا ما بصيرك نحن يلا جايب لهون جزئية. شو تشربوا شباب؟ ما بتنقل سلام. ما بتشربوا شي لو ايش جايين على مين شباب؟ المهم بروشينا والله من هذا. ما بعرف انا هون عن جد. شلون صار هذا الشيء؟ أنا من فترة ثلاث أربع أيام فتت على الانستا ولا لقيت إنه على صفحتك ليش الأسعار؟ ليش الستوري؟ يعني بتعرف أنا وأنت ما بنحب شعر بعض، أول شيء شكيت قلت هي مسحة إنه أو مقلب أو شيء مسلسل. لا بكتب بالعالم. إيه إنه لا لا هلا أول شيء أحمد وأسعد بلغوا بالموضوع شوي وراحوا نشروا الفيديو هذا. ما كان في داعي، موضوع خاص انا ما كان بدي انشغل بهالحدا. امر احنا شباب. الله مو بس تعمل بس هو اكثر العالم ما صدقوا انه صارت تمثيل وكذا. كمان انا ما كنت اشوف التعليقات اللي والله ما كنت وايد يعني ما والله انا وقت شفت هذا الشيء عملت هيك فورا شفت انت ما بعرف اذا لحد الان مسكر واتساب فاتحه بعثت لك على الواتس بقول لك مسكر انا فورا اخذت المزاح. ليش؟ لاني هيك شغلات انه فورا انا بعرف انه عمود بجوز عم بيعمل مقلب، لا عم بيعمل مثلا مسلسل، فيلم، شغله عملت، عرفت؟ فوقت اللي بعت لك على الواتس لقيتك مسكر، بعثت لاحمد لقيته مسكر، بعت لهشام، انا هون خلص معناه بالفعل هي نظامي. لك ليك عبد نحن بهالمواضيع ما بنمزح، يعني هلا انت والناس اللي عم تشوفك خليك مرتاح
الناس اللي عم تشوفنا هلا بالكاميرات، نحن ما عندنا عاده انه نكذب عن المتابع او نفرجي للمتابع انه والله يعني نحن العالم حبتنا شخصيتنا هاي وحبتنا بهي الطريقه وبعمرنا ما نزلنا فيديو كذب، فهلا نجي نكذب بموضوع هيك، فانا هيك ما حبيت انا يكون عندك مزح. وثاني شيء انا عرفان هيك بيصير، لهيك ما كنت رايد انه ينتشر الفيديو هذا مشان الناس ما تطلع علينا حكي. هذا السبب. هلا كرمال الحكي حموده لا تزعل مني، طلع حكي كثير، خلق قالت مقلب، خلق قالت كذبه، خلق قالت مو اليوتيوبر، مو اليوتيوبر كلها بسوي مقالب كذا، انا فكرت صار حكي كثير. المهم انا مالي بهالحكي كلياته، هذول 20 كل واحد حط رايه، خلينا نشوف اللي بفكر في كثير هيك شغلات. انا بصراحه انا اكون بدال العالم، والله انا كمان يا شباب والله انا مثلكم كان قلت مقلب. طيب هلا طالما الكاميرات شغاله بدي اسالك كم سؤال، هو بخصني انا وبنفس الوقت المتابعين هي صارت هذا الشيء، شو هو؟ هيك كم سؤال خفيفات نضاف بريد اسالك يا هون. اول سؤال اكيد يسالك فيديو عملته مقلب؟ لا 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 لا، هلا كان هي الضربه يا زلمه مبينه يعني، بس اول سؤال هي اكثر شيء تسال عنه انه ايش جنسيته؟ عرفت جنسيته وحكى معه شغله عامله؟ ايه حكينا، انا كان زبون طبيعي يعني، فاهم؟ عربي، تركي، كردي. هذا زبون سوري. سوري عربي؟ ايه. أول شيء فات لعندي عم يسألني شفته يعني، أول ما فات زبون عادي، أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا، فات على المحل. ما بتعرفه يعني؟ أنت ما شفته ولا مرة بحياتك؟ لا أنا أول ما فات عندي يعني زبون طبيعي حاط كمامات حاط طاقية. المهم إجا عندي قال لي ورجيني الكنزات أول ما فات. قال لي تفضل أهلا وسهلا، طلعت له كنزات، قال لي لا مو هاي الثانية، رجعت طلعت له إياها. اه شفت عم يحكي معي بجفاصة هيك بطريقة وقحة. حلو. انا من واجبي اني لازم احكي له. شوف عنا قاعدة بالمحلات، ان كان عم يسمعوني اصحابي محلات او شو ما كان، عنا قاعدة بالمحلات انه يكون صاحب حق لو كان حرامي، صاحب حق. حلو. شو ما كان، شو ما عمل، شو ما سوا، غصبا عنك تتقبل لانه هو صاحب حق. فهمت كيف؟ حلو. فانا غصبا عني انه بدي اتقبل واخذ روح رياضيه واخذ بطريقه حلوه. المهم قال لي هذا ما عجبني، ما عجبني. قام طلع شفت هيك شوي طلع وراه، قام مسك بنطلون سحبه، قام قال لي اذا هيك اعطاني هيك اعطيني هيك هيك بدون تحت. ايه قام انا طلعت هيك، قام قلت له ما بدك ايكو، قال لي انا ما بدي ايكو. استغربت، قام قال لي حطه بالكيس، قام قال لي اشتري معي الكنزه. قام ضبيت له الكنزه قلت انا بطلع عليه. شوي هيك عم ياخذ؟ ايه سالته من وين انت؟ ما جاوبني. ضبيت له الاغراض كذا، انا بطلع فيه ما هو طبيعي، عم طلع وراه هيك ما شكيت بامره. طيب معه حدا ولا لحاله؟ لا لا انا ما شفت حدا معه، هو كان لحاله معي. سبحان الله سبحان الله، يوم هذا اجى نفس الوقت يعني قبل ما يجي بخمس دقائق 10 دقائق كنا بكي انا واحمد وهشام اخوي الكبير واسعد ونخفي. هشام قال انا عندي شغل امريكا بالسياره وراح، احمد واسعد احساس راح يجيبوا لنا اكل. جانا احنا ماركين المحل، راحوا يجيبوا اكل ويرجعوا. والساعة كانت تقريبا 9 10 هيك شيء بالليل. اللهم صل على محمد. جيران الشباب يعني منهم كانوا مسكرين ومنهم كان بقيان برا. المهم هذا هون طلب مني هون احطوه جواب الكيس. مسكت الكيس عم بحطلع فيديو هون طبيعي، او شفت هيك هيك زورني. انت ما شبهت لحدا شكله معه وحالك لشيء. بجيك هلا عم بجيب الحديث هون، اعطوه الكيس لهذا الزلمه. تتفضل هيك كلاسين تتفضل. مسك الكيس نزله من ايدي ودا ظهره ومشي. نفشت عفوا عفوا انت وين رايح؟ كل ادب يعني انا متعلم المحلات ما بحب اجاوب الزبون. قام قال لي كيف شفتك؟ قلت له ما حيسبني حال الاخبار. قام قال لي مالي بحسبك. قام انا طلعت خير خير يعني شو هي حسبتي ماخذ وشو شو قصدك يعني شو مالك حسبني؟ قام نكرني هيك دفشه. ريست مسكت حالي كما اكون انا السبب. يعني حاسب حسابي انه انا عندي كاميرات واقعه بالمحل، ممكن تصير مشكله بيني وبينه ويجي الشرطه ويشوف الكاميرات وانا المسؤول. فانا تريست ادخلي يبدا منه ولا يبدا مني. هذا فشني دفشه. قام انا قلت له ابن الحلال
ما لنا في مشاكل. بعد اذنك اعطيني كيس مثلا رجع دفشني دفشه قال لي روح من هون ما في مصاري. دفشني مره دفشه هيك قويه. انا رجعت على الصاله مره جيت مسكت الكيس انا ما بدي يعني خليك بضلت استحكي بحالي. ورجعت انا المره اول شغله بدي اجيب الكيس ما ياثر ويثر. رجعت المرة قربت عليه ما هجمت عليه فورا مسكت الكيس من ايده هيك مسكته من ايده زتيت على الطاولة. لما زتيت على الطاولة شفت مسكني من وشي ودفشني. يوم دفشني هيك انا هون عصبت او انا قلت ما بدي بلش الضرب مني. قلت انا ما عم انا حاسب حساب زوري بس انا ما قادر كنت حاسب حسابه. فانا رجعت يوم اللي دفشني من وشي بكل قوة هيك صرت رجعت واعطيته دفشي. يوم ما اعطيته دفشه شفته رجع هجم علي رجع مسكني هيك مره ثانيه او المره دفشته وقلت على الصايد على الصايد تعال على الله لا انا ما في وجع مثل ايه معلش طرقع ريح حالك خلي يرحم المهم هون على فكره اغلب الناس اللي قالوا انه ليش انت بتفهم شو اللي عم تعطي ظهرك يعني شو عم تجيب انا ما بعرف انا ما انتبهت انه في على الصايد قاعد تسحب اوكي اوكي انا اول شغله شباب ما كنت عارف عندي فيه سكينه طيب شيل عن هذا الشيء كمان في عالم سالت خير الله انه مع اول محل وألبسة ومدري إيش وما يكون فيه مثلاً سلاح أو عصاي أو ما أنا شو عم أقول لك خليني أكمل لك طيب ما أقاطعني تفضل المهم هذا يوم اللي دفشته أنا ما بعرف في بيدي سكينة أنا توقعت تكون زلمة بإيده جاي مني حلو أنا اثنين من تيتس أم يوم اللي أنا دفشت هاي الدفشة قلت لحالي يلا تستناني لو عصيت من الوقع فأنا رديت على عصاي أنا حاطط عصاي لاحظت بالفيديو رجعوا انا بديت مسكت عصاية بدي اسحب هذا الرباط انا لما رديت على عصاية مسكتها ما شفته اجى دخل بحضني عملني هيك بالاول ما حسيت بوجع يمكن دمي كان عم كان ضربك سوف ما حسيت باي شيء عمل هيك عمل هيك عمل هيك شو عم يصير ما حسيت بوجع ما بعرف فلجت قام طلعت هيك قام هو راح مشي خليت انا صيفي هو رجل فورا حتى عارف الكيس ما هي صدمة ها انا هون بحس دمي حامي لما تكون دمك حامي ما بتحس صدمة انا عم بضل هيك مو حامي بس دم حامي شو عمل هذا معقول ضربني شفره توقعت من ايدي ضربني شفره او شيء جرحني ما عم بحس بطني في وجع انا اعمل هيك دم دم مو الوجع اللي خلاني يعني هيك هو منظر الدم انا يوم اللي شفت الدم طلعت هيك حوالي ما في حدا صرخت احمد احمد ما حدا رد علي احمد انا وصيت احمد هيك بدي اقرب ما شفت حالي لهيك نزلت على الارض رجعت هيك ركبت شوي هيك طلعت هيك احمد 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 ما حدا رد علي او ما شفت حالي الا عم دوخ هيك الدنيا صارت تفتر فيني عم ضل هيك او ما شفت الا حالي هيك ونزلت ما عارف وقتها شو صار ولا شو صار معي شو عملت شو صار مين هذا هو ما قدرت اعرف شيء دخلت بغيبوبة ما ادري الحفران والله يا صاحبي اذا الله ما كذبني هذا الحرامي هذا 90% انه كان عبرائد وشغلت انه عبرائد عارف الوقت الصح ايوه يعني وقت شغلت عبرائد ما صار لا دقيقة ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق ولا نص ساعة صار له وقت هذا عبرائد لوقت ما عرف انه خذ المحل ما تم حدا عملت مبينة يعني عرفت عمل هيك واستفراد هذا حدا من جيرانك قريبين عليك انت ما بتشوف حدا على الابد انا عيونه بس اتذكر بس ما عندي شايف ما غريب عن المنطقة قريب من المنطقة عيونه ما بصراحة ما عنده بعرفه بس بتذكر عينه يعني اذا اشوف مطرهم بين 100 واحد يعني هلا مثال انا اذا جبت لك 1 2 3 10 مطرهم بين 100 واحد عيونه ما بنساهم في حياتي ما في داعي احكي انا جيت من برا لما جيت انت شو طلبت طلباتنا؟ ما بالناس جيت انا من برا جيب الاكل ولا استغربت انه قدام المول صاير زحمه ايه لا طاير جوا ولا قلت انا بعرف جوا بكون في زحمه في معناتها مشكله يا الله اكيد 100% صايره علينا طب هلا هي موجودين كلياتهم ما حدا عرف يدق الاسعاف ما حدا عرف يدق لنا البوليس كلياته بس الشباب كلهم كانوا جايين للاسعاف جايين للشرطه بس نحن جينا ما لحقنا نحن على السريع شلنا حطينا بسيارتنا واخذنا اسعاف ما استنينا الاسعاف صار طول يعني مش فاهم فالمهم انا وين جيت انا جيت برا طلعت زحمه قدامي الباب فرقدت رقدت كان في بايدي كيس بعدين ما اخترت كل شيء يعني يمكن كبيته الارض جيب اكل ما يقلي وله لو اسعف تمام ولا رقدت طلعت انا وسعودي كنا طلع اشفي سكرت لجوا فتت لجوا شفت محمد بالارض
طيب هو في المشهد الحرامي ما حدا شافه من الواقفين برا؟ معقول يكون هو نفسه اللي طعنك وقت مع الشباب طيبة وانه كأنه شيء لم يكن؟ لا لا صراحة انا مو شفت الكاميرات ما شفت اللي مش معه مش حدا ابدا بعدين السويت شفت ما حدا عم شيله ولا حدا انه كلهم فينك خايفين جيران تعرف انه ما بيصير يعني هون انا شفت الشباب انه ما حدا عم يقرب ما حدا عم يسوي شيء اللي عم يستنى كل عمله عم يستنى الاسعاف يكون ما حدا عم يقرب عليه فانا وشلته مشيت وقت مشيت شفتهم كلهم صاروا يشيلوا معي وطلعنا ما عرفت شو عم يصير وراي وشو سعودي عم يصور ما انتبهت نزف كثير هو كان عم ينزل دم كثير هو انا جيت استويت شلحته الكنزه شقيت من الكنزه شلحت لها انت شق الشيات الشباب لقوا اي فايده بتضايق انا شلت انا بعرف انه واحد بينجك سكينه من برا بالصاصه لازم تشق له هي القطعه انه ما اي قطعه تضايقه طبعا شقيت الكنزه من لما الشيات منشق معي يعني كثير مشوكه ففورا شلناه مع بعض شلته وقعت برا وشالوا معي يعني. ما رأى بتوع الكاميرات لين طلع كيف راعينا طريق مشي؟ حتى يوم طلعنا الكاميرات طريق الشارع كان أسود كثير أكثر في كاميرا طريق البرانية صار قصة بالليل لأنه في كاميرا طريق البرانية موجودة عند الشرطة ورجال إنه هيك عم يركض بس هو واقف هو في كاميرا نحن عندنا كاميرا موجهة لبرا سوي إنه حطها من جوا موجهة لبرا بس هذه الطاقية هو كمان إيش عمل لقيت لبرا إيش عمل؟ رجل لبرا وحطت هيك الطاقيه وعم بتضل ما راح يبين اجباري طلعت انه ما احسن نضيف هالشيء طيب بالنسبه لهالشيء اللي صار مشان البوليس ما اجت البوليس ما فتح تحقيق اجى شرطه جبنيه واخذ الكيس اخذوا البصمات بس ما حسنوا ليش؟ عمودي كامل اخر بصمات له انه هو ماسك الكيس وشد بيده بعض والبنطلون حتى البنطلون مو سحبه عندك محمد كان ماسك وعم يطلع الكيس فالبوليس عبود بصماته ممسوحه محطوط بصمات محمد ما استفدتوا شيء منه ما كنت اجوا البوليس صار يسالوني هلا شو طلع بلحقوه اجوا من ليه حيكي صار يسالوني اسئله كذا شو طلع بلحقوه بس نحن عم نتبنى نمشي طيب بدي اسالك انا سؤال اذا انكمش معنا قبل ما يكون مسؤول البوليس انا اصلا ما اعطيت معلومات مناسبه للبوليس عشان انا اجيبه طب هلا لنفترض نحن جبناه قبل ما تجيبه طب شيك شوف انا في الفرق الفرق هلا يا شباب اذا البوليس مسكه هو او حدا من جماعته رح يحطه بسجن شهر شهرين رح يتسجن بيطلع خلص اذا مسكوا البوليس وجماعته ايش رح تدعوا عليه؟ لا لا ما هيك ما بيقدر يعمل شيء انا اول مره بحياتي بقول لك نحن عم نكون مع بعض نحن عم نكون بنحكي مع بعض ثلاث اربع مرات والمحل ما بيطلع بس على الحظ قلت لك كانت صدفه يعني كل واحد على شغله بس انا بدي نمسكه قبل البوليس هذا البوليس اللي بده يعمل يحطه بسجن حتى القدر ما بتعرف غير السجن بده يعمل شيء؟ لا بعد شهر شهرين ثلاثه بس اللي طالب طبعا مثلا طيب لنفرض انه انا ايش خرج مثلا تعمل فيه؟ الله انت رفيق الواقع يا زلمه ايش اللي بدك يلا طيب تجي وقتها وقتها شو بدنا نسوي فيه؟ طيب انت بتشك بحدا لك عداوه مع حدا مثلا في يوتيوبر او شغله عامله انا بحياتي ما عملت عداوه مع حدا ولا اي شيء انا مستغرب يعني انه هذا من ايش طيب الحاره ما لك حدا عادي يا جايب طيبته جاي شايفه ما بحكيش مع الناس ما بعرف عن الناس لذلك قال انه هالمحل كذا بكره بتعرف شغله يمكن حدا من اللي بكرهوني الحاره هن اللي بتعرف بكرهوني الحاره كلها بتعرفنا ما بنقارش حدا ولا بنقرب على حدا بس السبب اجى لعندكم يعني كل الحاره الميدان كلها بتعرفنا انه نحن شو لا بنقرب حدا لا بنزعج حدا لا عندنا مشاكل بالحاره ولا لنا اي شيء لا باليوتيوب لك باليوتيوب كل الناس تعرفنا لا لنا عداوه مع اي شخص على فكرة الله بهذا الوقت الطيب ضايح او ما بدي لا ما بدي قسما بالله اصحاب ما بدي عنا اكيد حاضر ما نحن قلتوا ما نحن بالضيحة عنا يلا كل احوالنا هيوش نشرب كثير هيو نحن كلياتنا معك يا زين ايش تحتاج نحن موجودين لا قسما بالله العظيم نحن معك للموت قسما بالله العظيم بلزمك زلم بلزمك سيارات بلزمك اذا اضطر الامر سلاح قسما بالله العظيم حموده انت خلقوا عالمك وين الغرق عالمك عم بعظيم وردي لا والله كفو ايش كنت اسكت عبد نكمل كمل ايش مو عبد العظيم بس يعني ايش شباب محمد اسمع ايه الحمد لله والله شو في اشخاص نحن شاكين فيهم محمد كمان في اشخاص شاكك فيهم بس ما معنا حاكين اسمع طيب لو ما تقوم بالسلامه اعطينا اياهم بس اعطينا مواصفات لا اسمع لو وين ساكنين نحن بنتصرف اول شغله
هلا انتم شباب في عندنا كثير ناس شباب بدهم الحاره كلياتهم هاليوم ان شاء الله بس شوي هيك اتحسن قدر اتحرك احسن من هلا طبعا الحمد لله خلينا نتصرف لوقت ما تصحصح اسمعني شوي ما بصير جبالي ما راح تعرفوا اذا انا بشتغل لكن نحن ما رح نعرفوا قد مين كان ما رح نظلم حدا اسمع اسمع شو رح نعمل بس هاليومين ان شاء الله بتاكد من الخبر 100% نطلع بالسيارات نحن كلياتنا انتم والشباب الثانيين كذا كاسر والشباب وبنروح لعنده حمودة بتوعدي انه نروح سوا؟ ايه والله والله العظيم انا بعرف طلع انا بعرفك ترى عندك يا شغلات نبل لانه نحن اصحابك ما في تاذينا معك لا لا روح بدري قسما بالله العظيم اذا بتروح لحالك قسما بالله العظيم ترى ما بعرفك لا لا قسما بالله العظيم والله ما بعرفك احنا لازم نزلوك بدري لا 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 والله العظيم ما في لازم ترى شوف لحالك اهو يا شايف اكيد حالي بس غريب بس خليكم جاهزين من خبرك وديكم هون اتصال بس اذا لكم اتصال جاهزين نحن لا تاكل خلص هذا شيء لا تاكل هم شيء عن ابدا قسما بالله العظيم بس بدنا نحن كلمه الف كلمه الله كلها يا تجاهز انا كنت جاهز عندي ايه تمام هلا ما بدي اشوف ترى بس خليني اتاكد من الموضوع هلا هشام اخوي عم بنزل يفحش عن الموضوع على كل حال شباب الله شباب ان شاء الله بالفيديو الجاي اذا تاكدنا من موضوع هذا الشخص راح نصور لكم فيديو نحن وشيحتين ونصبه الا بصور لكم الفيديو من بدايته لاخرته شو راح نطلع من البيت وشو راح نحطه تحت رجلي باذن الله بس اتاكد مين هو شغله ثانيه يا جماعه الخير والله يمكن كلياتكم عم تشوفوا نحن حاطين الكاميرا عفويه كل شيء حطيناه عفوي مشان ما تقولوا انه انتم البيركين جايين بيركين بركه وعم تصوروا وشو عم تنطوا تصوروا لا نحن حطيناه مشان تكونوا انتم معنا انتم صرتوا جزء منا وانتم بعد ما عرفتوا هذا الشيء انشغل بالكم وانشغل لازم تعرفوا هالشغلات بس اكيد نحن حطينا لكم هذا الفيديو وصورنا لكم اياه قسما بالله ما بقريتكم تصوروا شيء بتعرف ليه؟ ما يعني وقت الضربه هذا اللي يقول مقلب هذا المدري هلا صرت اخاف حتى هون الشباب طيب تقول اتفاقيه ريح لا انا بدي احكي او يقولوا كمان مقلب عم مسلوب تفسي بدي يحكي يحكي بس انا بدي اقول كلمتين للناس اللي وقفت معي للناس اللي كان كومنتاتها بتجنن انا يوم رجعت على البيت وقريت التعليقات وشفت الرسائل شفت عن جد يا شباب فرحتي ما بتنوصف عن جد شفت ناس سائله عني لك والله ولا بالاحلام اعداد كبيره اللي بيقول لي وينه واللي بيقول لي عم يهدد يقتله واللي بدي اعمل واللي بدي اسوي واللي عم بقول نحن جايين واللي جاهزين استغربت انه كل هالناس يعني لهالدرجه بتحبني فنحن ما حبينا نخبر هدول خير الله عم يحل عني نحن ما خبرنا ما حبينا نخبر كل الناس حتى ما يعني الدوله بتعرفوا الدول شو تركيا ما بيحبوا الزحمه وبالذات وضع كورونا ولكن احنا ما رايدين نعمل بلبله فان شاء الله يوم الاقيه رح صور لكم كل شيء وانا بتشكركم بتشكر خوفكم علي يعني عن جد يعني حسستوني انه انا ابنكم عن جد المحبه اللي ورجيتوني اياها ما بنساها طول عمري رح ضل دين رقبتي ليوم الدين رح احاول اقدم لكم قد ما فيني محتوى حلو واللي بدكم اياه باذن الله بس لحتى تكونوا مبسوطين لانه انتم عن جد فخر الي وانبسط فيكم انا لك يا زلمه وصلت معه حتى شباب الطيبه صارت تبعث لي على الانستا خد من وين جابت رامي ما بعرف انت قتلته انت بدي لك طلعت شكك بألف سلمه لك شك لك قلت له يا الله صاحبه انا صاحبه طب جوالك لك سمعوني لك سمعوني يا شباب سمعوني صوتيات من المتابعين قالوا له وين بدنا له نقتله بدنا له نعمل بدنا مين اللي عمل هيك محمد بيقول لي سمعوني صوته عم بحرق قلبه واللي عم يبكي واللي اتضايق عن جد يا شباب انه انتم اشخاص ما بعرف كيف رح اوصفكم على كل حال انا بظن الفيديو طويل قلت لكم يا شباب انتظروا مني كل يوم فيديو او كل ما اقدر افضل اصور لكم فيديو لحتى اورجيكم كل شيء رح يصير معي بما انه انتم دخلتوا بالموضوع ودخلتوا راح امشي بالموضوع لحد ما نوصل لنهايته وانتم راح تكونوا معي حتى اللي كذبني كذبني واللي بده يصدقني يصدق فان شاء الله راح احاول احطكم بالصوره بكل مكان وكل قصه بتصير معنا جديد استنوني بكل فيديو باذن الله راح اورجيكم هلا يا شو صار حتى بنفس الوقت انه حق محمد ديمو ما راح يضيع لا لا ابدا قسما بالله اذا بمرق ولك اذا نحن سكتنا ما بسكتوا انتم شهرين وسنه وسنتين ثواني 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 قسما بالله نسالكم مين انتوا اذا احنا سكتنا بالله عليكم حدا سكتوا؟
ما حدا بيسكت يا زلمة، والله ما بيسكت. بتعرف اطلق حملة سعودي صلاة على النبي ما شاء الله سبحان الله، يعني دخل الله والله دعاء 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 رب العالمين كثير بفيد عن جد. بتشكركم على هالشيء. انا برايي حاجة بدنا نطفي الكاميرات لانه طولنا عليه هون. يلا باي شباب، باي، بدنا نكمل عليه. بس خلي يكونوا واثقين اذا عملتكم شو عم نزلتهم. ناقة ناقة معلش. ناقة هذا الناقة. ولد وشم وشمة وشمة. ايه وشم وشمة ترى. وشمة ورجل وشمة. تبعت ولاد كمان، تبعت ولاد. والله وشمتك. والله وشمتك. جنبك ورجيني. ورجيني على اي شغل وخامات. هاي طبيعة تبعتها الليرة. طبيعة ام الليرة. منان فتح ايدك وحدة. طبيعة علقة ميس. انا لا مالي. منان فتح وحدة. انا ما بحب وشم. طبيعت علقة ميسونة على الوقت. ناقع. حاجة انا برأيي يا شباب، لانه شباب بلش يخبصوا انا عن جد لهولي بكفي، انا برطط لانه بطل رجالي من الضحك. ناقع. يلا باي.